لكن خليني قبل ما اعلق على بعض الموضوعات دي نروح نطمن من مراسلنا فاروق صلاح في مقر الاقامه على احوال الفريق قبل التوجه لملعب المباراه، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. مساء الخير يا فاروق. كل الشكر لكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، برحب بيك يا كابتن ايمن، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك يا كابتن ايمن على الموسم العظيم والموسم التاريخي للنادي الاهلي، واحنا في قمه السعاده ان احنا شهداء على هذا الموسم التاريخي، واحد من اهم المواسم التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي منذ انشاء النادي الاهلي عام 1907 على كافه الاصعده على كافه البطولات وعلى كافه الالعاب. النادي الاهلي بيتسيد الكره المصريه، يتسيد الكره الافريقيه، والنهارده احنا موجودين هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي بنفس الشغف بنفس الحاله بنفس الحماس اللي موجود عندنا على مدار المباريات الماضيه، على الرغم من حسم النادي الاهلي لدرع الدوري وتتويج النادي الاهلي بالدرع رقم 43 وفوزه في المباراه الاخيره على نادي الزمالك 4-1، ولكن الشغف اللي عندنا الشغف اللي موجود عند اللاعبين مستمر، وهو ده كان محور كلام مستر مارسيل كولر المدير الفني الفريق النادي الاهلي مع اللاعبين خلال اليومين الماضيين عقب الفوز على فريق الزمالك. اجتمع مع اللاعبين وقال الدوري بالنسبه لي لم ينتهي، لسه عندنا اربع مواجهات النهارده مواجهه الاسبوع ال 34، والاهلي بيتوقع له ثلاثه مواجهات امام حرس الحدود والمصري وبيراميدز. كلام مستر مارسيل كولر مع اللاعبين، لسه في 12 نقطه، انا مطالب ان انا احقق ال 12 نقطه. نقل هذا الامر للاعبين، كان بعض الاقاويل اللي كانت بتتردد ان النادي الاهلي بعد حسم الدوري هيريح اللعيبه الاساسيين ويدي فرصه للناشئين، هذا الامر هيتم في حدود يعني ضيقه جدا لمستر مارسيل كولر، ممكن عنصر او عنصرين، لكن هيدي فرصه بنسبه كبيره جدا للاعبين اللي يعني كانت بتشارك بصوره يعني متقطعه، لكن بدا ان هو يعمل الروتيشن وان يعني يريح بعض العناصر. في بعض العناصر طبعا النادي الاهلي بيفتقدها نظرا للايقاف وغياب عن هذه المباراه، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني، وفضل مستر مارسيل كولر راحه علي معلول. النهارده بينضم من قطاع الناشئين للنادي الاهلي اللاعب محمد زعلوك لاعب مواليد 2005، لكن اللي احنا لامسينه يا كابتن ايمن من كلام مستر مارسيل كولر مع اللاعبين من حماس اللاعبين، مش ده الفريق اللي حسم الدوري خلاص وفاز على الزمالك، هو النظام موجود، الشغف الحماس اللي عند اللاعبين ده امر مهم جدا لامسينه في لعيبه النادي الاهلي. المباراه ممكن يزيد صعوبتها بالنسبه للنادي المقاولون العرب اللي هو بيهمه ان هو يحقق انتصار النهارده، طبعا فوزه النهارده ينقله من المركز السابع الى المركز الخامس، ودي من النقاط اللي مستر مارسيل كولر اتكلم فيها مع اللاعبين، يعني مش بعد ما ننهي الدوري او نحسم الدوري ونفوز على الزمالك رتم الاداء يقل، لا ده مستر مارسيل كولر نفس الامور الطبيعيه اللي بيتكلم فيها مع اللاعبين، المحاضرات التنظيم النواحي النفسيه امور مهمه جدا. طبعا لجنه الحكام كانت اعلنت عن طاقم تحكيم لهذه المباراه بقياده الكابتن مصطفى عثمان حكم الساحه بيعاونوا ايهاب فخري وكريم يونس والحكم الرابع مبروك نبيل، اثنين على تقنية الفار محمود بسيوني وإيهاب راشد. الأجواء هنا يا كابتن أيمن اللاعبون تناولوا وجبة الإفطار في تمام الساعة 10 صباحا، ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة 3:30، بعد قليل طبعا المحاضرة الفنية لمستر مارسيل كولر، ومن ثم التوجه إلى ملعب المباراة اللي هيستضيف أحداث اللقاء. أتمنى طبعا كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة، مباراة مهمة جدا، وثلاث نقاط النادي الأهلي بيهمه إن هو يحصد الثلاث نقاط إن شاء الله. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه المقاولون العرب. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.